وتجريد التوحيد لله سبحانه وتعالى بأنواعه الثلاثة: توحيد الألوهية، وهو الأصل الذي وقع فيه النزاع بين الأمم وبين المؤمنين والمشركين، وتوحيد الربوبية وقد أقر به المشركون الأوائل، وهو إفراد الله بالخلق والملك والتدبير والإحياء والإماتة إلى غير ذلك. أما توحيد الألوهية الذي وقع فيه النزاع هو إفراد الله بالعبادة، عبادة الدعاء وعبادة الصلاة وعبادة الذبح وعبادة النذر والاستغاثة والاستعانة والتوكل والإنابة والخوف والرجاء إلى غير ذلك، وهو الذي وقع فيه النزاع توحيد الألوهية. وده ما برضو الناس الليلة، شكية تلقى جماعة التبليغ، جماعة بيشيلوا عفش بيقعدوا في المساجد ثلاثة يوم ثلاثة يوم عشر يوم، أي ما موحدين، والناس ما بترفض دعوتهم، حتى الصوفية ما بيحاربوا دعوة الناس ذيل، ولا هم عندهم مشكلة مع الصوفية. ليه؟ لأنه ده ركزوا على جزء من توحيد الربوبية. توحيد الربوبية ما وقع فيه النزاع، يعني كونك تقول للناس الله خالق والله رازق والله خلق الجبل وخلق البحر وخلق الحجر، حتى الصوفية في الظاهر كده بيقول لك أبشر بالخير، وإن كان الصوفية بيخالفوا في الربوبية ذاته. لكن النزاع الأكثر وقع وين يا جماعة؟ في الألوهية، في الألوهية. الثالث توحيد الأسماء والصفات، أن تثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات العليا من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تشبيه ولا تكييف ولا تمثيل. تثبت أن الله عز وجل قال: بل يداه مبسوطتان، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لله يدان وكلتا يديه يمين، لكن من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف. وما يخطر في بالك معناته اليد عاملة كده أو عاملة كيف أو تشبه يد المخلوق، لا، ربنا قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال العلماء: كلما خطر ببالك فالله فوق ذلك. أي صفة قلت ربنا معناته عامل كده؟ لا، ما كده، الله فوق ذلك. تثبت لله عز وجل صفة الاستواء، قال علماؤنا: وهي أجل وأعظم صفة لله عز وجل الاستواء. عشان كده بتلقى الصوفية وأهل البدع أول ما يضرب من الصفات بيضرب يعطي صفة الاستواء والعلو. ربنا قال: الرحمن على العرش استوى. وقال الإمام مالك: الله في السماء يعلم كل شيء ويعلم كل شيء. الله عز وجل في السماء، قال تعالى: أمنتم من في السماء. وليس معنى في السماء أنه داخل السماء، هذا باطل باطل، لأن السماء مخلوقة فلا يمكن للمخلوق أن يحيط به الخالق. وإنما معنى أمنتم من في السماء يعني على السماء، لأن في بمعنى على هنا، وكما جاء في القرآن كثير ربنا قال: لأصلبنكم في حاكم عن فرعون في جزوع النخل، ما معنى تجوة إنما عليها، فسيحوا في الأرض يعني على الأرض على ظهرها مش داخلها. فأمنتم من في السماء يعني على السماء، وغيرها من الصفات والأسماء تثبتها لله عز وجل. كده أنت موحد، كده أنت شنو يا جماعة؟ موحد. وأن لا تظن بالله ظن الجاهلية. وقال ابن عقيل الحنبلي، قال: أكثر ما يقع الخلق في هذا الباب الذي ينافي التوحيد وهو الظن، ظن السوء بالله عز وجل. يعني شنو ظن السوء؟ ربنا قال: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. يعني شنو؟ قال من الأمثلة، قال: تجد الإنسان يلقى زول عاصي أو زول كافر عديل وغنيان مثلا، قال: فيبدأ يشتم نعمته حتى يتطور به الأمر، فيظن ظن السوء بالذي أنعم عليه. يعني كأنه يقول هذا يشرك بالله ومع ذلك أن الله أعطاه،
ولماذا يعطيه؟ ولم يعطي الله فلان الصالح الطائع. قال لك ده نوع من الشرك بيقع فيه أكثر الخلق حتى من ينتسب إلى التوحيد. كلام خطير. عشان كده محمد بن عبد الوهاب جابه في نهاية كتاب التوحيد. باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. موضوع خطير جدا. ومن الشركيات التي تدخل حتى في المنتسبين إلى المنهج وإلى الدعوة وإلى التوحيد انتسابا الرياء. أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه قال الرياء. صحابة الألباني. أخطر شيء النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلام ده للصحابة يا جماعة، قال لهم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه قال الرياء. يبقى ده أكثر حاجة تخافها على نفسك أنت كزول موحد. ومن توحيدك، من أظهر علامات التوحيد أن تخاف من الشرك. الشيخ محمد عبد الوهاب قال: باب الخوف من الشرك. وجاب قول الله تعالى: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ده إبراهيم عليه السلام خاف على نفسي وعلى ذريتي وبنيه من شنو يا جماعة؟ من الوقوع في الشرك، مع أنه هو الذي كسر الأصنام. نمرة اثنين أو نمرة ثلاثة من أنواع الشركيات اللي بتقع حتى من الناس اللي بينتموا للالتزام وكذا وكذا وكذا، والسلفية كذلك، ها؟ التشاؤم، التطير. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. قال ابن مسعود: وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. صحابي قال: وما منا إلا، يعني يجد شيئا من ذلك في نفسي، ولكن يحاربونه، يحاربونه، ولكن الله يذهبه بشنو يا جماعة؟ بالتوكل. فانت لازم يقع فيك الكلام ده بالمناسبه. اصل ما تقول انا لما اتكلم عن الشرك تقوم تعال للصوفيه كانه الكلام ده ما بيعنيك انت، بيعني ذيك، يعنيك انت اول حاجه، اول حاجه يعنيك انت. وانت كونك بترى الكلام والتحذير من الشرك ما بيعنيك، يبقى انت ما موحد توحيد كامل بالمناسبه. لان ابراهيم خاف على نفسي من الشرك، قال: واجنبني وبني ان نعبد الاصنام. ده كلام مهم، ده قبل اي كلام. كذلك نسبه النعمه الى غير الله، ده نوع من انواع الشرك الاصغر القولي، يقع فيه اكثر الخلق من المسلمين ذاته. الشرك الاصغر شنو يا جماعه؟ القولي. قال ابن عباس: كقول الرجل لولا فلان لم يكن كذا، ولولا كليبه هذا لاتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لاتى اللص، ولولا ان الملاح حازقا لغرقت السفينه. وجاء هذا الكلام عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى: فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. يقول لك لولا فلان ما كان حصل. توكلت على الله وعليك، ما شاء الله وشئت، ده كله شرك يا جماعه، ده كله شرك. تقول ما شاء الله ثم شئت، لكن في التوكل ما بتقول توكلت على الله ثم عليك. التوكل ما فيه لا ثم لا واو. شيخ الفوزان قال كده، توكل ده شغله براو. تقول توكلت على الله وحده وده ما فيه ثم ذاته. ده كل انواع من الشركيات يقعوا الخفيه. عشان كده ابن عباس قال: الشرك في هذه الامه اخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمه الليل. دبيب النمل، درب النمل، خليه في ظلمه الليل، بالنهار بيشاف ما بيشاف. قال لك الشرك في الأمة دي، مش في اليهود والنصارى، في الأمة دي يدخل أخفى من دبيب النمل، درب النمل، درب النمل على صفات سوداء، صخرة. في الصخرة ما ممكن النملة بيكون عينها تحفر أبدا، حمار ما يقدر يحفر، صخرة صماء. قال لك أخفى من دبيب النمل على صخرة، والصخرة لونها سوداء، وسوداء في ظلمة الليل. دي حاجة خفية ولا ما خفية؟ درب النمل فوق الصخرة الصماء في ظلمة الليل. الشرك أخفى وأدق من الكلام ده، بيدخل في قلوبنا يا جماعة. بالمناسبة قد تكون واقع في شرك أنت ما عارف، عادي جدا. انتبهوا للحياة دي يا جماعة. بعد ذاك الوصية الثالثة، الدعوة إلى الله. الكلام ده تنقلوه للناس. قال النبي عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. في دعاة فشلة، ربنا ابتلاهم بالفشل لأنهم بيستحقوا الفشل. يقول لك: أنا زكوني عندي 13 تزكية وما شغل دعوة.
واذا انت اشتغلت ما بيصوم خشمه ويترزع يقعد يلحقك يشيل شنطته دي زي خرطاية الداية يجري وراك دار يثبتك انت ما تشتغل دعوة. لا لابد انت تشتغل دعوة، لابد تزكي من عالم او تكون عالم رباني. طيب بلدنا دي ما فيها عالم رباني فيما نعلم والله اعلم، وما عندنا تزكية من عالم، اها نشتغل ولا نجيف؟ اهلنا واقعين في الشرك، نعمل شنو يعني؟ ودعاة الصوفية ودعاة الشرك شغالين، نخليهم؟ ما تبقى داعي يا فاشل. النبي عليه الصلاة والسلام قال بلغوا عني ولو آية، وربنا قال، ما تقول لي تزكية ولا ما تزكية، ربنا قال فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين، انتهى الموضوع ده. ثاني والله إن جاب أعلم عالم قال ما تشتغل دعوة، الله قال فاصدع بما تؤمر، انتهى الموضوع ده. ما في زول أعلم من الله. ربنا قال قل أأنتم أعلم أم الله يا أخي؟ زول أعلم من ربنا. طيب لكن تبلغ ما تعلم ولا تتكلم فيما لا تعلم، وإذا سئلت عما لا تعلم فقل الله أعلم. وصية الخامسة تصبروا إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أي زول بيسلك سبيل الأنبياء ده لابد يبتلى. السبيل ده ما مفروش بالورود والرياحين، الطريق ده مفروش بالمشاكل والفتن بجميع أنواعها. يتهموك في عرضك، يقولوا عنك كذاب، مجنون، وهابي، خامسي، مشدد، أي حاجة بيقولها فيك، يضربوك، يقتلوك، يطبعوك عديل كده، يدخلوك السجن. تصبر فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. وعشان الزول ما يخاف انتوا قاعدين تصبروا على اشياء دنيا صح؟ امتحانات شهاده تقرا لحد الصباح بعد ده تجيب 60 خلاص؟ بتصبر ولا كيف؟ بتصبر على الكلام ده يا جماعه. فاصبر في الدين، تصبر في كيمياء وفيزياء وشخبته، اصبر في دين الله ده يا جماعه. الوصيه السادسه قبل الاخيره، لابد من تقديم الدعوه دي في بيوتكم اول حاجه قبل برا. ربنا قال وأنذر عشيرتك الأقربين لتنذر أم القرى ومن حولها. لابد تشتغل في أهلك، لكن في تنبيه، الدعوة في الوالدين وفي أخوانك بالذات اللي بيكونوا أكبر، سواء كانوا إخوان ولا أخوات، المهم في الناس الأكبر منك سنا في البيت، دائرة صبر أكثر من برا، لأنه عندهم استصغار. ما أختك الكبيرة اللي كان شايلك وبلت فيها ولبستك وحمتك، فانت لما تجرى وكلمتها وقلت لها ده كده وما تدعو كده، في راسهم في الغالب الا من رحم الله انت ودبتين بيتين قمت صح ولا ما صح؟ نحن ربيناك، الكلام ده كله في راسهم. يلا الدعوه في الاهل بتحتاج لصبر طويل، اذا برا بتحتاج درجه ألف، في البيت درجه مليون. تصبر وتتحين الفرص وتحترمهم، وبقدر ما تبر والدينك وتحترم الأكبر منك بقدر ما بعدين بيسمعوا كلامك وبيقبلوا دعوتك. لكن لو انت زول مغفل وبتعق والدينك وبتنبذ أخوانك الأكبر منك والأصغر منك وداخل صاري وخارج صاري ودار تغير بيدك في بيت ما حقك، حق أبوك ما حقك، ما حيقبلوا دعوتك. فهمت الحتة دي ولا ما فهمتها؟ لابد لابد. الوصية الأخيرة البعد من الحزبيات، جماعة فلان جماعة شنو، ودي الطريقة التجانية، وده المؤتمر الشعبي، وده المؤتمر الوطني، ودي جماعة أنصار السنة جناح الإصلاح، وجناح ما أعرف وأبزيد مركز عام، جناح جمعية، جناح صافية، جناح غيره، ده كله باطل. ربنا قال آية واحدة بس بتكفي، بتكفي لأي جدال إلا زول ما داير دين ذاته. إن الذين فرقوا دينهم، وزادين ما فرقوا الدين فرقوا منه 666 جماعة وحزب وطريقة. إن الذين ديل من هم الذين؟ ما هو الأحزاب اللافة دي والجماعات والمنظمات والطرق. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، جماعات وأحزاب وطرق، لست منهم في شيء، ما تخش معهم. بس باختصار كده بغوا يتكلم كلام كثير في المعنى، خلاصة المعنى ما تبقى واحد منهم، انتهى. انت الا تابع لك زول تبقى ضنب، تبقى راس بدين، انت ما تابع لك زول يا شيخنا. الكتاب والسنه ما بيفهمي انا، بفهم الصحابه السلف الصالح، تشرحوا للناس وتلتزم به والموضوع انتهى.
تقابل بها الله. مجرد ما تمشي جماعة والمؤتمر الاستثنائي الأول والمؤتمر الثاني المنبثق من المؤتمر الأول الاستثنائي والقاعة الكبرى، ده كله كلام باطل وكلام فارق وده ما دين. والله أكلمك النصيحة، ده ضيعوا الدعوة. زمان كانوا شاهدين في الدعوة تمام، الآن ضيعوا الدعوة. ده يبقى وزير، ده يبقى نائب برلماني، ده يبقى رئيس دائرة، ده يبقى رئيس لجنة شعبية، ده يركب لاند كروزر، كلهم طفشوا ضيعوا الدعوة. في النهاية بقى يكرموا الصوفية، صار السنة كرموا الصوفية في المركز العام، وديك بهناك ضربوا نشيد العالم والموسيقى نحن جند الله ترم ترم، شغلة باظت كلها. ده ما دين يا ناس. أي زول يقول ده دين الآن يقول لي ده دين، ده ما دين السلف ولا منهج بتاع ربنا نزله من السماء. منهج ربنا هذا التوحيد، اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، موضوع انتهى. بس أنا ما أفعل هذا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى صحابه. الشيخ يعني الفيزا يعني الجماعات دي بقول الكلام ده أخطاء أفراد، مثلا جماعة أنصار السنة بقول الحصل ده يكون أخطاء أفراد، ده كلام إما يقوله جاهل وإما محتال. الافراد ديل منو؟ ديل رؤساء جماعه، ما افراد تعيد يا ناس، ديل رؤساء جماعه. اسماعيل عثمان رئيس انصار السنه قال لي ما رايك في التصوف؟ قال التصوف مجموعه من الاخلاق الفاضله والسلوك، وهو موجود داخل القران. دي براها بتسقط الجماعه دي من راسها لكرعين التعيد ذاته. ده رئيسهم، افراد وين يا شيخ؟ طيب إذا كان ده كلام الرئيس، ده ما فرد، ده رئيس. ولو فرضنا جدلا إنه فرد يمثل نفسه ما يمثل جماعة، في رئيس بيمثل نفسه؟ يمثل الجماعة كلها، لا سيما إنه ما في واحد اعترض عليه. لو فرضنا كلام فرد، أين اعتراض باقي الأفراد؟ لقاك مجموعة من الأنصار السنة عملوا محاضرة ردا على إسماعيل عثمان؟ في لقاك أنت؟ ما في ولا حيلاقيك. ليه؟ لأنه ده ما خطأ فرد، لانه باقي الافراد كلهم قبلانين بالخطا ده، وده ما خطا ذاته عادي، ده ما خطا عادي، دي بدعه بتجعله مبتدع. التصوف قاعد جوا القران؟ يا توايا قالت يا ايها الذين امنوا ابقوا صوفيه وتجانيه ومشركين، يا توايا يا توايا يا ناس يا توايا لاقاتكم انتم؟ في ايه لاقاتكم انتم؟ في المنسوخ في؟ ما في كلام زي ده يا شيخ. ده كلام فارغ، وده بيكذب على الله، بيكذب على ايوه والوثيقة موجودة، ده بيكذب على الله ما بيكذب على زول. فهم الحتة دي انت؟ وبيمدح في التصوف، والتصوف ده هو النشر الشرك في البلد دي. هم اللي عبدوا الناس للعباد ومرقوا الناس من عبادة رب العباد، هم الصوفية ديل ولا ناس غيرهم؟ الصوفية ديل معاهم الاخوان المسلمين. فهمت كلامي؟ ده زول مجرم، ده منحرف، ده والله الذي لا اله غيره، ده ما سلفي ولا شم رائحة السلفية لا من قريب ولا من بعيد. افهم الحته دي. والسلفيه ليس شعارا زي ما قال الشيخ العثيمين، ما شعار، انا سلفي. يعني شنو؟ يعني شنو يعني؟ السلفيه تطبيق، انا سلفي وتطبيقها، مش تقول ساكت، دي ما عندها معنى. زي ما سلفينا يا شيخ، وديك برضه وديك وكله وديك تابعين الحلبي، وناس الاصلاح جابوا الحلبي ومتى؟ حلبي ده زول ضال الى الكفر اقرب منه الى الايمان. دي لا معلومه لازم تعرفها. زول ينكر جهاد الطلب. زول يجوز بناء القباب والأضرحة. في آخر وثيقة وقع عليها الحلبي اسمها الرسالة من 126 عالم إلى أبو بكر البغدادي، ده بيقول كلام شرك عديل في الوثيقة دي، وقع عليه الحلبي والصادق المهدي ودى الفاتح قريب الله. 126 سافل وقعوا على الوثيقة دي، مبتدع وقعوا على الوثيقة دي، منهم الحلبي والمناسبة. وناقشناه هنا بمحاضرة براه. المهم ديل ما نافعين خالص. وانا بستغرب الشاب او الفرد بس جنه الا يتابع لناس. يا ناس القران ده ما كفايه والسنه؟ الرسول قال تركت فيكم امرين في روايه صحيح الجامع، شيئين ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا ابدا ابدا، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردا عليه الحوض. تتابع لك جماعه؟ جماعه ضاله يا اخي. خليهم انتم مجموعة كده صحيحة بتدعو للتوحيد، زول ابتدع عن صحيح ابا خليه يطير. ده منهج كده. ونحن ما نازلين انتخابات عشان نجمع الناس يا اخي. ولا عندنا تسجيلات نادي الهلال ونادي المورده وخورطقت، ما عندنا كلام زي ده. ده دين.
ولا بيسجلك والله. اغلب اخواننا دي ما بنعرف اساميهم، اغلبهم في الدنيا دي ما بنعرف اساميهم ذاته، نعرف منهجهم بس. زول طلع منهج صحيح اخونا، بغض النظر عن قبيلتك عن لونك عن شكلك، ده كله ما بيهمنا احنا، يهمنا منهجك. ده منهجك باطل والله ان بقيت من قريش نخبتك لما تتكيف ذاته. ده الموضوع بتاعنا كده. كلام فارغ. الهد بقو كان وزير، طبعا الان ما وزير عشان كده يجوزنا نتكلم فيه. محمد عبد الكريم الهد مش اسمه كده هو؟ ده بقو وزير قال لا امانع في زياره القباب والاضرحه مع السياح. ده ناس مجرمين يا شيخ، ديل بناخذوا المنهج والدين ده تماما، نازل بناخذوا اصل الاسلام ذاته التوحيد، ما نابين خالص خالص. كرموا شيخ الطريقه السمانيه، الصوفي ذاته استغرب، صار السنه يكرموننا. قال والله ان تكريمي كان حاجه جميله جدا، طبعا ذاته لا عنده لغه عربيه لا عنده جغرافيا، شفت كيف؟ وان دل انما يدل على وحده الصف بين انصار السنه قال والصوفيه. قدامهم الكلام ده، دول مايك تفضل يا صوفي، مسك المايك. واسماعيل عثمان مسك بعده وشكره ثاني. وقاعدين دكتور مين خالد ودكتور مين موجودين قاعدين متندلين، ده دكتوراه في العقيده قاعد. ده النافي؟ ده النافي؟ ممكن ممكن زول زول اتى بشرك لكن ما كان جاهل، ممكن الله يعذره على القول الصحيح. العذر بالجهل لمن كان جاهلا حقا. لكن ديل ما جهل يا شيخ، ديل قرب المدينه يا شيخ. جامعه المدينه. وحضر دكتوراه قريب 18 سنه وجو راجعين برضه ما نافعين. يقول الله ودى المدينه برضه ما نافع. داين كان عاش في اي حته ثانيه كان حصل له شنو يعني؟ هنا ما نافعين. وقامت عليهم الحجه كلها بكل اسبابها وشروطها وادلتها. ناصحناهم. ناصحناهم على المستوى الشخصي. مشينا لهم في بيوتهم. نقعد معهم لحد الساعة 1 صباحا، يا شيخ الهواري ده صح وده غلط وانت شيخنا وغرررررررر. يقول انا ايوه، والتعاون مع سرور يا حرام. نطلع بجاي اعمل مؤتمر في مغاعة مامون بحيري بالصحافة، يقول الاصل هو التعاون مع اهل البدع ويجوز. هو كان قال لنا جوا البيت في العشاء كنا زبادي وفول في بيته، قال دق الواطة قال والله الانصار السنة لو بيتعاملوا مع السرورية بعد 10 سنة ما حيكون في سلفي واحد، كلهم حيبقوا سرورية. بعد يومين عمل مؤتمر قال التعاون مع اهل البدع هو الاصل ذاته، وعملوا مؤتمرات طبقوه في عملي. جابوا اخر مؤتمر ده جابوا فيه منو؟ 2000 نشيد العالم بالموسيقى ده اخر واحد فيه منو؟ عصام احمد البشير. عصام احمد البشير ده اكثر زول في البلد دي انا بعرفه بيكره المنهج السلفي موت موت. قال السلفية كالماء الآسن المعفن وما تاب. جابوا ودوا كلمة. وتاني واحد اسمه مين ما عارفه، وحيد عبد السلام بالي مصري، ده بيمدح الصوفية. خش اليوتيوب تلقى سألوه عن التصوف وعن شيخ ربيع، مدح الصوفية، مدحوا مديل وشتم شيخ ربيع. ده جابوا في مؤتمر أزهر السنة قبل أسبوع ولا 10 يوم. يا ناس الناس ما نافعين، والفي البطن كثير ولا وسائق ولا أدلة كثيرة، ما نافعين خالص. نصحناهم كلهم. هذا اليوم اسماعيل ده بننصح فيه 4 سنة 3 سنة اقصد نصيحة 3 سنة 3 سنة بننصح فيه وصابرين عليه. يشتم العلماء، يمدح سيد قطب، يكفر الحكام فرعون مصر وما عارفه ليك، شفت كيف؟ ويقول حكام المسلمين صنيعة اليهود. ومنهج عبد الحي ذاته مش سروري اقل ضلالا من الزول ده بالمناسبة، ده ضل من ذاك، وكلهم ضالين في النهاية. 3 سنة صابرين احنا وننصح ومرتب. قالوا يا اخي جيبوا مرتب، جمعنا مرتب كل شهر بنودي له 2 مليون عشان ما يمشي مع سرورية. هو ذاته ما عارف جاي من وين، انا ده كنت بجمعها من السجانة. هتقول لي ما نصحناهم كيف؟ نحن ابهاتنا والله يعني ديل عملنا معهم تعامل في مقام الابهات والوالدين عشان يرجعوا يتوبوا وينصلحوا. في النهاية لما نهبوا ردمناهم، بس مع الحق ده واحد اصلا. احنا ما صوفيا نقعد نعبد لنا شيخ، ان اخطا اخطانا وان احسن احسنا، لا ما دين. دنيا ان شاء الله. كله دنيا وشبهات وشهوات يعني وباطل. جماعته ليه ما بيقولوش عشان والله ده كلام طويل يا عمنا يا اخي. انتوا بس اشتغلوا دعوه بس، اشتغلوا دعوه.
اشتغلوا ده. وبعد كلامنا ده الماء ده يبقى حر، ده نمشي ترمي لو تهي الجمال يمشي ترمي، بتضر نفسك بتضرني انا؟ انا ما بوريك وبتخارج هسه بسافر. هذه ترمي تعصر كرعين الشيخ بطريقتك، ان شاء الله تلحس له راسه ذاته، خليه يمشي. احنا وريناكم الحقيقه. هم ما بيقدروا يغلطونا في الكلام ده. عندنا علوة دي اللي وسائل طرحناها في الاف الاف المحاضرات. معهم ما بجوز ما بجوز علمت بدعاتهم اذا عاونت معاهم تشترك معاهم في البدعه طوالي كما قال القرطبي طوالي كانوا معاهم اي زول عنده بدعه عرفتها وابى يتوب منها اشتركت معاه فيها وانت تعرفها ونصحته وابى الناس اللي بيتعاونوا لما على البدع اي محاضره مؤتمر بيصدروا ناس من برا من كبار اهل البدع بيجيبوهم وحيد عبد السلام بالي محمد حسين سجم رماد مين بيجيبوهم محمد حسان بيجيبوهم مشيت معهم وعارف ده بدع انت عارف ومشيت تلحق بيهم طوالي ولا كرامه ايوه يا شيخ كان في سؤال يعني في بعض الناس بيقول لك يعني العلماء اتصابوا طلبوا العلم بيكون كيف؟ اول حاجه ده ما علماء دي اول معلومه تعرفها انا داير دليل انه ده العلماء منو من علمائنا الكبار قال انه شيوخ الانصار سنه ولا صافيه ولا جمعيه انه ديل علماء ربانيين منو قال كده؟ ما لن تجد لن تجد قالوا ديل دعاة كانوا دعاة مصيرين الحق فتركوا الحق واصهروا البدع وموالاه اهل البدع والباطل يا شيخ يا اخي مطلعين مطويه يا جماعه شيخ ابو زيد اسم المطويه كده الى مشايخنا الصوفيه الافاضل مطوية كده مطبقة كده مطبقة بيطبقوها دي اسمها جنون مطوية خلاص جوا قال الصوفية أهل الصلاح الصوفية أهل القرآن دي البشر أنا ما ممكن تقول لي دي أصلا بشر وسلفيين وعاقلين الصو ده ما ممكن تقولوا لي لأنه الصوفي ذاته قد يكون معذور بعض الصوفية لكن ده ما معذور يا شيخ ده ما جاهل ده كان بحرب الصوفية في الحلقات شايلين عكاكيز ومن صار سنة زمانكم زمان ولا ما هو كده الان بقوا احباب رسول الله؟ الصوفية؟ ما بتقدر تقنعني ابدا انه نزل عندهم علاقه مع المنهج السلفي، والله اطلاقا ما تقنعني الا يتوب من الكلام ده ويبينوا الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا زول يسب الصحابه يقول الصحابه اقتتلوا بالسلطه عند صوب عبد القادر وتحدى الكره الارضيه كلها قال الشيوخ ده القاعدين دكتور مين؟ دكتور مين؟ دكتور مين؟ دكتور مين؟ دكتور مين؟ يا ناس يتكلموا يقولوا ده غلط يا اخي قول اتقي الله وينو؟ الدكتور اللي بتشتغل بتينا الساعه كم؟ هو قال لهم اتحدى الكره الارضيه وفي مجلس اخر محاضره اخرى قال لهم اتحدى السعوديه كلها يعني علماء السعوديه وقال لهم الصحابه بعض الصحابه كان عندهم هوى وقال لهم بعض الصحابه كانوا دارين الدنيا قلنا لهم طيب شو وصفها ذاته اشتغل في الدعوة 40 سنة مالي الله داير له كرسي في البرلمان قالوا لا لا يمكن قلنا له كيف يقول بالصحابة اقتتلوا من أجل السلطة سكتوا لليلة ما جاوا للحظة دي للحظة دي ما جاوا تلاميذه ناس أحمد عباس ومين خدت يدنه براسه كيف تقول في الشيخ كده قلت له كيف الشيخ يقول بالصحابة أخونا واحد اسمه محمد ناقشه قال له كيف يقول بالصحابة كده قال له خدت يدنه سكت ما قدر يتكلم ابدا ناس سب يرضوا للصحابه اصحاب رسول الله الذين زكاهم الله من فوق سبع سماوات والسب ده ما يرضوا لشيوخهم يعني ناس تلك اذا قسمه ضيزه واذا ده منهج السلف فعلى الدنيا السلام يا ناس ولليله ما تاب قال ما بتوب تعال بدعني قال ولا ما قال؟ قال الفوزان رد عليه اول ما سمع بدل ما يقول تبت قال اتغدى به قبل ما يتعشى به عمل تعقيب دار يطلع الفوزان تكفيري قال عقيدة الفوزان دي كلامه ده منهج الخوارج والمعتزلة ولولا أنه شيخ الفوزان لقلت أنه من الخوارج والمعتزلة كذاب ساي كذاب الفوزان محمد بن هادي رد عليه قال محمد قال ما تقول لي مدخلي ولا مخرجي وده سب على المنهج السلفي لأنه رد عليه مسألة الصحابة ونصحه أنا بعد ده تقول لي علماء أنا أقعد تحتهم؟ أنا زمان شوف أي زول بيأكلك في الكلام ده ما سلفي لأنه ده الصحابة لما زمان واحد قال الصحابة ده لكالين وكده ربنا قال له لا تعتذروا قد كفرتم
بعد إيمانكم. وربنا قال الكلام في الصحابة كلام في الله، لأنه الله زكى الصحابة. قل أبي الله، مع أنهم يتكلموا في الصحابة وما يتكلموا في ربنا كده، ربنا طوالي قال لهم قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. مع أنهم يتكلموا في الصحابة بس ربنا قال لهم ده كلام في الله وفي آيات الله وفي رسول الله، ولا أنتم كفار عديل كده. في ناس بيزعلوا للشيخ محمد مصطفى ولا أنصار السنة وما بيزعلوا للصحابة. وما أولئك بسلفيين أبدا أبدا ولا كرامة، فليبلغ الشاهد الغائب. أي زول بيزعل لشيخه وما بيزعل للصحابة والله ما سلفي أبدا، ونشك في إيمانه وفي إسلامه وفي دينه ذاته. خليه سلف ما سلفي، تقصوا برا السلفية، نشك في إسلامه ذاته ونشك فيه. تكلموا كيف يا كلام ده كلام كبير ما صغير. اي نعم. فما تقول لي ذي العلماء ما عندهم اي علاقه بالعلم، خلاص. ولو عندهم علم ذاته تعلموه. اهم شيء في العلم وفي الدين شنو يا جماعه؟ اهم شيء في الدعوه شنو؟ التوحيد. دوني لهم حاجات حرب في التوحيد. محمد المنتصر الازيرك بيتكلم لليله ما قادرين يعملوا فيه محيضرايا وحدايا في الازيرك ده، قال في التلفزيون، قال غير الله بيخلق، قال غير الله بيعلم الغيب، قال الولي يقول للشيء يكون فيكون. الصوفية جابوا الجفري وعقيدته نفس العقائد دي، واحد فيهم بيتكلم ما في. وإذا تكلم أحدهم فإنه كلام المحتالين وليس كلام السلفيين. توحيد حلو، قال صلاة الفواكه حلو، شنو يعني حلو؟ هو شنو ذاته التوحيد؟ ده احتيال، ده نصب واحتيال. الشرك خطير. واحد في الكاملين من هذه جمعية الكتاب والسنة أصل 13 سنة ما أتكلم في التوحيد، لما مشينا قلنا ده ما أتكلم في التوحيد قام مسك المايك. الشرك خطير، قال خطير جدا أيها المؤمنون، قال خطير شنو؟ أنبوبة غاز خطير شنو؟ شنو؟ فصل للناس الشرك ده شنو؟ البرعي قال كده وده الشرك. إن أبا خطب في البلاد نزيل، قل يا ولي الله إسماعيل، قطب الوصال الكردفاني، ده كفر. كلم النازل المكاشفي قال كده، الختمي قال كده، البرهاني قال أجود على أمي اللي ترحم طفلها، ورحمة من في الكون من بعض رحمتي، جبريل عزراء ميكال إسراف، جنودي في التصريف هم تحت إمرتي. المرغني قال أنا الجليس على العرش المحيط به، كما أحط بالغيب إجمالا وتفصيلي. ده التوحيد، تكلم الناس أوريهم ده شرك. عرفت كلامي انت؟ تقعد تقول لهم التوحيد حاجة حلوة شديد وعالم جميل وسجم، كله باطل، كلام ده باطل ذاته. فوزان قال لا يجوز الإجمال في التوحيد، لا بد من التفصيل. قال ولذلك محمد بن عبد الوهاب فصل الأبواب في النص الثاني من كتاب التوحيد، مع أن كلها تدور حول موضوع واحد، احترام الله، احترام أسماء الله عز وجل، واحترام الجناب الذات الإلهية وإلى آخره. قال ما عاد فصل الأبواب، فصل كده باب التسمي بقاضي القضاء ونحوه، باب كذا، باب احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك، باب دي كلها موضوع واحد. قال لكن ليه فصل؟ قال لأنه بالتوحيد لا يجوز الإجمال، لابد من البيان والتفصيل. تفهمهم؟ شوف الناس القدامك دي لو ما فهموا، انت داعي وإما محتال، وديل اغلبهم محتالين، محتالين اغلبهم، لابد يفهم. ربنا قال والى عاد اخاهم هودا، خلاص. بعد ذاك لما قال لهم ان اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون، والايات مشت قدام، قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد اباؤنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين. الناس فيهم الرساله، فيهم ولا ما فيهم؟ ان اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، فسروها طوالي. قالوا اجيتنا لنعبد الله وحده ونذر، نترك يعني ما كان يعبد اباؤنا، ده قصدك صح؟ فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين. وهناك ابو لهب لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم قولوا لا اله الا الله تفلحوا، قالوا اجعل الالهه الها واحده، ان هذا لشيء عجاب. فهموا معنى الكلمة دي، انه ما يخلوا الجماعة دي كلهم
زي الآن لابد المستمع الليلة يفهم إنه معنى دعوتك للتوحيد تخلي البرعي المكاشفي صابو نابي منو صايم ديما الروكيني مين تخليهم تتركهم نذر ما كان يعبد أباؤنا نعبد الله وحده. لو الرسالة دي ما وصلت له بأسلوبه اللي بيفهمه أنت إما جاهل وما تصلح تكون داعي لو جاهل وإما محتال برضو ما تصلح. فدي المحتالين يا أخي ده الحاصل. خلونا نمشي يا جماعة جزاكم الله خير بارك الله كلام ده واضح وإن شاء الله يكون فيه كفاية كبيرة يعني أنه ماشيين للخرطوم. نحن ممكن نصيحة واحدة يعني ما فيها أي لبس كلكم طبعا الطلبة فيه الموجودين أقل ما في الجلوس ده الطلبة الدستور بتاعنا هو القرآن جيب لك مصحف حس في القعدة دي بس قدامنا خلي كلام الشيخ الكثير وكلام كله اللي بقول فيه من قبل ده وكلام من لدن الدعوة من لدن آدم إلى يومنا هذا مش القرآن بس طبقه كده افتح كلام ده حس لو دارت تطبقه طبقه تلقى شنو صفحة يا اللي جاي يا اللي جاي تكلم عن توحيد عود ثاني عضبه ثاني تلقى كده حس واحد كله توحيد القرآن كله توحيد ما فيه كلام بس زي البهيمة الضالة الأحكام الثانية بس جابوها لشنو لمصلحة الإنسان في الدنيا دي بس هذا سوء اتخاذ الأسباب بس لكن كل القرآن قرأت ابن القيم قال القرآن كله توحيد كله توحيد لمن يفهمه كله توحيد واحد يجرب يشتغل يعسى يجيب مصحف يجرب بس التوحيد لله التشهيد أول منه ما أعرف لكنه موجود من قديم الزمان الطبري ابن تيمية ابن أبي العز الحنفي كل العلماء دول تكلموا وتقسيم التوحيد لثلاثة ده ما بدعة ده من باب تقاسيم العلم يعني زي ما الآن يقول لك أركان الصلاة كذا عدد كذا وشروط الصلاة عدد كذا وسنن الصلاة وأركان الصيام وأركان الحج وفرائض الوضوء كذا وسنن الوضوء كذا ما بتلقى بصورة مباشرة في القرآن والسنة إنه أركان الوضوء كذا 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 عددها كذا شروط عدده كذا لكن دي استنبطوها من القرآن والسنة. لكن السؤال هل يجوز الاستنباط من القرآن والسنة؟ ده هو السؤال المفترض يسأل. ربنا قال ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون منهم. يبقى ربنا أباح للعلماء إنهم شنو يا جماعة يستنبطوا. فده من باب الاستنباط ما فيه حاجة يعني. فكون زول يقول لك هذا بدعة ده أجهل زول وأجهل من الحمار اللي فيه لأنه ده استنباط من القرآن ومن السنة. قل أعوذ برب الناس ده ربوبية ملك الناس أسماء وصفات فيها اسم الملك وصفة الملك إله الناس ألوهية وهكذا وغيرها من الآيات والسور التي جاء في هذا الأمر. ما موضوع أصلا لأنه البنكر لك تقسيم التوحيد هو نفسه بيقسم لك شروط الصلاة. الصوفي ما بيعمل لك زنانة ما تيجي تتكلم ولا وهاوي ما تتكلم أذكر لنا فرائض الوضوء أول حاجة كم عددها عددها دي جبتوا من أتواي عددها هذه 13 مثلا كذا أو كذا عدد كذا جبتوا من أتواي استنباط من الآيات والأحاديث كذلك التوحيد. يعني بالنسبة لك أنت بقول اتفتح التلفزيون اتفتحت قنوات والكلام زي ده الكلام اللي غا كان بتاع الصوفية كان في قناة شنو؟ قناة جون قناة جون هاي الفرص دي بيقولوا وراه في شيء يعني ده كلام الناس بيقولوا يا شيخ حسين إنه كيف ناس يا دوب بدوا الدعوة اتفتح لهم كده وراهم في حاجات وراهم أمن وراهم كلام كله بيسمعوه يعني. وأنا امبارح طردونا من مجمع الحرمين المجمع الوحيد عندنا طردونا منه شر طرده. ربنا فتح دي ده ربنا يفتح لك رحمة فلا ممسك لها لكن هم ذين لأنه ما موحدين توحيد تمام ذات كون ربنا فتح لك باب بتاع رحمة تنشر به توحيد بصورة واضحة حسب ما وفق الله عز وجل كونه يحسدوك في الكلام ده إشكال في توحيدهم ذاته. الموحد بيفرح يا أخي والزول اللي عنده شيء من الشرك وشيء من البدع ده بتشمئز قلبه
عرفت كلام ربنا؟ قال واذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره، واذا ذكر الذين من دوني اذا هم شنو يستبشرون. وده الحاصل، ما تقول لي زول عنده دين ولا ما عنده، في النهايه ذي الناس محتالين، بس محتالين، ما راضين كلامنا الواضح ده، لانه بيجيبوهم في التلفزيون، جابوا ود البله مدير المعهد تاع الكلاكله ولا نائب المدير، المهم حاجه كده في انصار السنه كبيره جدا، جابوا في اكثر من 5 حلقات في قناه النيل الازرق اسمها قيد النظر، جابوا معاه صوفي اسمه محمد مصطفى الياقوتي، وجابوا معاه صوفي ثاني اسمه دكتور علاء الدين شنو كده جمعيه الايمان شنو مالك الفقهيه بتاع الصوفيه. اظرف حاجه قام جابوا مع دكتور علاء الدين ده، انا حضرتها بنفسي يعني، والان موثقه عندي فيديو موجوده صوره وصوت. قام قال اي قال لي دكتور علاء الدين احنا بنتفق معاكم، يعني انت صوفيه نحن بنتفق معاكم في حاجات كثيره. دكتور علاء الدين قال لي انت كطاب ما بتتفقوا معنا. شوف الصوفي عزيز بضلالاته وشركياته وبدعياته، وده ذليل وحقير. شفت كيف؟ بعد ذاك جابوه مع محمد مصطفى الياغوتي في 5 حلقات ولا 4 متتاليه مناظره. قام ذاك الياصوفي قال لي ابن تيميه بتاعكم بيقول الله في صورة شاب أمرد وله نعلان من ذهب، وبعد ما خلق السماء وتتعب وخلف كراعه. ده كلام منه؟ كلام الصوفي الكذاب ده، ابن تيمية ما قال كده، ده زول مجرم أصلا. ود البلة قال المذيع قال له رد، قال والله نحن نتفق مع وقلاء الصوفية في كثير من القضايا، درد درد كده، ويكون بيناتنا مساحات و و و و المذيع قال له يا دكتور ود البله رد رد ثاني، قال له رد، لا نحن سنتفق مع وقلاء الصوفيه في كثير من القضايا وما يجمعنا معهم الكثير. دي الردود دي اتفتحت لهم فرصه ولا ما اتفتحت؟ لكن ما وفقوا قالوا الحق لانهم مجرمين، دي المجرمين. تب عرفت كلامي؟ نحن جابونا ربنا وفقنا، ما نحن ما عندنا حاجه والله، لا حول لنا ولا قوه الا بالله، لكن الزول بيجيبوا ويمكر بجاي ويلف بجاي عشان تقول الحق. انت المذيع يقول لك قول الحق يا ود البلة يا دكتور من المدينة، ما تقول الحق؟ ده الحاصل، هم حسدوا ناس حاقدين وناس حاسدين بس، ونحن اي ان شاء الله اي محل يجيبونا بنقول الحق. نسال الله انه يثبتنا ويثبتكم ويعيننا وياكم. انتوا لكن بتختلفوا منهم. اي بنختلف. انتوا دايرين مرتب وانتوا كنتوا بتشتغلوا حدادين وبتشتغلوا اخر سؤال لمروان ده عشان نحن نبقى طوالي مارقين. بزعل من التعامل مع الاهواء والبدع، يعني في مثلا مفارقتهم يعني معاشرتهم والاطراح، يعني كيف يزول يقدر يعني يتعامل معاهم كيف يعني في السلام يعني بصفه كده يعني عامه، رغم انه مثلا بعدين مثلا زول مثلا بيبغض دعوه التوحيد عنده مناسبه، ما يعني هو مثلا ماشي يعني زول ماشي مثلا، لكن مثلا بس ما جرى التلاقي عنده مناسبه مثلا كويس، وحتى في التعامل معه في المسجد مثلا التعامل معه كيف؟ التعامل معه هو عدم التعامل وهجرانه بالكليه. الله يمشي. قال السلف واتفق السلف على هجرانها للبدع وبغضهم والتنكيل بهم والتشريد بهم. تعرف اهل بدع يعني شنو؟ يعني ذيل الناس البعاد الرسول صلى الله عليه وسلم، باختصار كده عشان تقع عليك المساله، البيكره سنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ذيل هم اهل البيت بيكرهوه. الان لو زول كره ابوك ساي وانت علمت وتلفظ انه بيكره ابوك او نبذه، هل بتتلم معه في عرس؟ ها؟ لو عرس 4 نسوان بتتلم معه؟ ما بتتلم معه. فهمت؟ فكيف زول بيكره سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبيحاربه وبيحارب الدعاة إلى الحق وإلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ ألا حب لك أبوك ولا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ خلاص إذا تبغض أكثر من الزول اللي بيسيب أبوك. بس بالعربي كده. تبغض مش تبغض ساي. تنكل به وتحذر منه. يعني ناس الناس يقول لنا ليه انتم شديدين على الناس ذيل على البدع؟ لانه ده منهج السلف، ده منهج السلف.
سلف كان بيمدحوا بعض، يقول لك القاضي فلان رحمه الله كان شديدا على أهل البدع رحمه الله، بيمدحوا كده، ده المدح له إنه كان شديد. أس الناس يقول لك يا أخ ما ترخيه حبة، هو شديد على أهل البدع، دي ممدحة وليست مذمة. عرفت كلام الله؟ قال جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم. المنافقين دل النبي صلى الله عليه وسلم ما قاتلهم بالسيف، لاحظت؟ ما جاهدهم بالسيف، هنا جهادهم كان بشنو؟ بالحجة والبيان، الكتاب والسنة. قال واغلظ شنو يا جماعة؟ عليهم. ده الأصل بأهل البدعة كده. لكن بعد ذاك زول عامي بيفتش في الحق، ده انت بتليله، وده بيختلف، ده بيخلطوا بيناته كثير من أخواننا. ده انت بتليله وتقربه وراح معانا المحاضرة وتعزم عشاء، ولو دعاك تمشي له، ولو عنده مناسبة تشتغل معاه وتطبح له وتسلخ له. عرفتها؟ ده لأنه انت شايفه بادي يستجيب للحق. لكن انت سألت عن سؤال، قلت بيكره التوحيد، اكيد انا جاوبت لك الجواب ده. زول يكره التوحيد ده ما خلى حاجة يا شيخ، ده لابد تكرهه. لو ما كرهته انت ايمانك ناقص، ولو ما عاديته دينك وايمانك ناقص. اغلظ عليه. ايوه، لو حتى اخوك، لو حتى اي زول، ده اذا كان شنو؟ اذا كان بيكره التوحيد، بيكره الدين. اما اذا كان ما بيكرهه ودايره وبيسألك يا شيخ فلان الشاغل دي حلال حرام، داير يعرف، ده انت بتقربه. طولت مد ليه دير؟ تجيبه ان شاء الله، تديه زاد انت، تجيبه. لكن زول بكره التوحيد، بكره بعاديه، ده ما خلى حاجه يا ناس. تجادله غيره، لكن لابد تبغضه من قلبك ولابد تعاديه. نعم. انا لانه عندي ضال معي في البيت، نعم، عندي اخوي ضال، يعني لما تاكل معاه يعني فهم شغله صلوات عشان ده ما اخوي، ده مولد. نعم. والجماعه ديلهم الشيخ بيولد والشيخ بيسوي، ده تهجروا. عرفته؟ يعني في احاديث كده بتقول لا، ما دي فيها اشياء الدنيا، صح كلامك صح. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل ان يهجر اخاه فوق ثلاث، الى اخر الحديث. ده العلماء قالوا ده في امور الدنيا، واطى غيره، هنا ما بتهجره. لكن في أمور الدين، في أمور الدين إذا زول بعادي الدين وبتنصح وتقول الله قال، الرسول صلى الله عليه وسلم قال، وغير الله ما بيخلق، وغير الله ما بيعلم الغيب، وقال تعالى وكذا، ما بيرضى وبيحارب الكلام ده، ده تهجره وتحذر منه باقي ناس البيت ذاته. إذا كان كده عدم العفو هنا ما بيمش، عدم العفو ما بيمش. لكن اذا هو بيقبل، حتى لو عنده اعتقادات شركيه، لكن لما تدي الادله بيقبل. انت ما هو ده قدامه هو بيسمع استمرات بس اذا بيسمع، ايوه اذا بيسمع وبيقبل، ده انت رغبه، ده انت ما تهجره، ده انت جيبه حتى لو عنده عقائد شركيه، لكن بيقبل. بيبدا كله ده يصلي حاجه، الحجاب ده شريك بيقطعه بيجدعه، الكده بيخليه يعني ماشي لقدام، او اقل شيء بيسمع دي درجه، بيسمع ده سمعه، اذا هو بيسمع سمعه. لكن انت قبل، اذا هو معادي الدعوه تماما وما بيسمع وما بيقبل الايات ولا الاحاديث ولا بيسمع على الدين خالص الحق يعني، ده انت تهجره وتعاديه. لكن اذا بيسمع جيبه لسه، جيبه يسمع. وصية القحطاني. لله قولوا كلما انشدتم رحم الاله صداك يا قحطاني.